أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
فلما رأى
لتأتونني به إلا أن يحاط بكم، فلما وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كان يغني
نفقد صوت صدق الله.